ينضم معنا حول الموضوع من العاصمة بغداد الأستاذ هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية. أستاذ هادي مرحبا بك. يعني مع بداية عام 2018 أنتم كمرصد عراقي للحريات الصحفية، كيف تقيم موقع العراق من حماية الصحفيين وحرية التعبير في العام 2017؟ نعم، مساء الخير. في الواقع هنالك مشكلة تختلف، يعني البيئة التي يعيش أو يعمل فيها الصحفيون في العراق بيئة مختلفة تماما عن كل البيئات التي يعمل فيها الصحفيون حول العالم. هنالك ظروف متشابكة في هذا البلد، مشاكل اقتصادية، أمنية، سياسية، طائفية، تدخلات خارجية، تزاحم سياسي وحزبي، وعدم وجود مركزية في السلطة، عدم وجود وضوح في الرؤية، تقاطع الصلاحيات بين الوزارات، عدم وجود أرضية قانونية يمكن أن تحمي الصحفيين وتهيئ لهم سبل العمل الآمن والوصول إلى المعلومة. وبالتالي العراق يستحق بالفعل أن يكون في مصاف الدول سيئة السمعة في مجال حرية الصحافة، مع أننا قطعنا أشواط جيدة، ونعتقد بأن الحكومات العراقية تحاول، أو الحكومة العراقية تحاول أن تكون طرفا يعني إيجابيا في معادلة الصراع بين الصحفيين والظروف المحيطة بهم والظروف الضاغط عليهم. ولكن للأسف المشكلة ليست عند الحكومة أو ليست في الحكومة لوحدها، المشكلة تأتي من أطراف أخرى. يعني لو كان الأمر يأتي من جهات حكومية ربما لقلنا أن هنالك إشكالية في الموضوع، ولكن المشاكل تأتي والتحديات تأتي من أطراف متعددة، ومنها ما يتعلق بالأمن، ما يتعلق بالإدارات، ما يتعلق بمجالس المحافظات، الحكومات المحلية، وحتى عناصر أمنيين وغيرهم يتعاملون مع الصحفيين بطريقة غير مواتية. يبدو وكأننا في العراق لا نفهم دور الصحفي بشكل جيد، ونتعامل معه أحيانا كما نتعامل مع المخالف، كما يتعامل رجل المرور مع سائق السيارة المخالف، وهذا أمر يعني محزن ومثير للشفقة في الواقع. أيضا أستاذ هادي، يعني المركز العراقي لدعم حرية التعبير انتقد ازدياد حالات الاحتجاز التعسفي للصحفيين في مدن الجنوب، لماذا من وجهة نظرك؟ يعني هناك ثمة يعني تناقض، ما الحكومة تضيق على الصحفيين في وقت تقول إنها تحارب الفساد وهذا الملف من أولوياتها، بما تفسر هذا التناقض؟ نعم، يعني هو بعض ما سجلناه يعني من مخالفات تتعلق بتعاملات أحيانا من رجال الشرطة أو سوء فهم للتعامل بين الصحفي ورجل الشرطة. طبعا المركز قصد حادثتين، الأولى كانت في رأس السنة، أعياد رأس السنة في الناصرية، عندما تم احتجاز مراسل لقناة فضائية من قبل مدير شرطة النجدة، والأخرى أيضا ليلة أمس في الديوانية عندما تم احتجاز صحفي من قبل أيضا شرطة النجدة. وقلت لك أنه المشكلة ربما ترتبط بفهم دور الصحفي، بفهم طبيعة عمل الصحفي ووسائل الإعلام، وهذا الامر يعود ليس، يعني لا اقول انه يعود لسياسه عامه في الدوله العراقيه، ولكنه يعود لاجتهادات شخصيه او طريقه فهم سلبيه لواقع العمل الصحفي. واستطيع ان اقول اننا ربما تجاوزنا بمستوى من المستويات الفتره التي كانت يقتل فيها الصحفيون بكثافه، ولكننا ايضا ما زلنا نعاني من عدم وجود قوانين واضحه، عدم تعاطي جيد من قبل السياسيين، من قبل القوى الفاعله في الدوله العراقيه، وزارات ومسؤولات ومؤسسات الدوله مع الصحفيين. لذلك انا قلت في البدايه انه مشكله الصحافه العراقيه مشكله تنتج عن تشابك في نوع الجهات التي تسيء التعامل مع الصحفيين، او تشابك في الظروف المحيطه بعمل الصحفيين سواء على المستوى الامني والاقتصادي والسياسي والعنفي. شكرا لك أستاذ هادي جلو مرعي، رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.